فقره زوم على زوم على لهذه السهره اخترته لنا ليندا من فريق يلعب كره جميله وجميله جدا. نعم رضوان، لاعب من اتحاد الحراش سجل عده اهداف هذا الموسم واهداف حاسمه، هذا مطلوب بك بكثره من طرف الجمهور الحراشي باش يكون في الزوم تاعنا. احنا رانا هنا باش نلبوا رغبتكم، اكيد عرفتوه المهاجم عابد امين بدون اطاله. خليكم تشوفوا الزوم. When I saw my deal, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. أمين عبيد، مساء الخير، يعطيك الصحة، كيف تقبلتنا اليوم في لابيجري؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في ملعب المحمدية. نشكر بزاف القناة الجزائرية يعني اللي جات باش دارت الريبورتاج هذا، وهذا هو الريبورتاج الأول ديالي في المشوار الكروي ديالي. إن شاء الله نكونوا في الخير. إن شاء الله. أنت بديت عندك 4 سنوات وأنت في الحراش. 4 سنوات. احكي لنا شوية على المشوار الكروي تاعك. وأنا بديت يعني من كنت في بلدي 14 هي فيل صغيرة. يعني بديت تما ولعبت مينيم تما، ولعبت ايضا في اتحاد في خميس خشنة. ابري جيت اون جونيور الاتحاد الحراش، يعني درت تيست وكانوا شدوني، ومن تما يعني بدات الانطلاقه ديالي. يعني كنت نلعب اون جونيور، شافني الستاف تاع لي سينيور، طلعوني باش نلعب في نونطريني اون سينيور، وهذه هي. شنو هدف امين عبيد هذا الموسم؟ البيت ديالي هذا الموسم يعني لعب دي ماتش بزاف يعني تيتيلار، وان شاء الله يعني يزيد تكون فيها اهداف اخرى باذن الله. أمين، أنت عندك 23 سنة في عمرك، مازال صغير، بصح أسكو عندك حاجة بالك كنادم عليها في حياتك؟ الحاجة اللي ندمت عليها في حياتي هي كيما كملت القراية ديالي، باسكو كنت قادر يعني نوصل لنيفو ماخير، باسكو حبست أنا البرومييار راني في الليسي، الفوتبول يعني اللي نساك شوية نساني شوية في القراية يعني، وحبيت نكون جوار يعني معروف، والحمد لله يا رب. ولو كان ما خرجش لاعب، وشنو هي المهنة اللي كنت حاب تمارسها كي كنت صغير؟ ولو كان ما خرجش لاعب، كنت حاب نكمل قرايتي، وكنت حاب ندير جيستيون، يعني كوا كنت بالك نخرج كونطابل ولا حاجة. بيعوا لي قالوا لي بلي نتايا من جو اللي يجوزوا وقت بزاف فيسبوك، انترنت، يوتيوب. وي سي فيري، كون هايدا روك ولا ما نضرينوش، يعني نروح الانترنت نشوف جديد اليوتيوب ولا فيسبوك، سورتو لي باج تاع الحراش. تبع شويه لاكتواليتي. وي نتبعهم. واش تحب تاكل؟ الحاجة اللي نحب ناكلها هي الروز تاع يما، ديال فلاش باب تاع الروز. نحيوها من المناسبة. نحيوها من المناسبة، ونتمنى الشفاء باسكو عيانة شوية. ربي يشفيها وان شاء الله يحفظها لك. سورتو منين داك تزعف عليا كي زعما دير بلا هذا، وانا كنت تعشيت برا ولا حاجة، كي نجي للدار. سورتو كي ديرو سبيسيالمون ليك. سبيسيالمون ليا دائما تزعف عليا. وشكون الجوار اللي تتفاهم معاه بزاف في الحراش؟ الجروب كامل متفاهمين، كان حمزه هيت وعمر اللي نحييه بالمناسبه ثاني، دائما يهبلني في لونطريمون، فهم هو اللي كان يعني يشجعني دائما باش يعني نكون افضل. أمين شكرا بزاف على هذا الجورنال اللي دوزناه هكا، على بالي بلي كثرنا عليك، أنا باش نتمنى لك نتمنى لك النجاح في التوفيق معي.
لكم يعطيكم الصحة. شرف لي، هذا شرف كبير لي يعني باش يعني يعرفوني الناس أكثر وأكثر. هم يعرفوني ديجا، يعرفوني غير في السيكتور تاع الحراش هذا، ونكون شعبية أكثر. ونتمنى لكم، نتمنى القناة تاع الجزائرية ناجح والازدهار أكثر. إن شاء الله وأنا نتمنى لكم نتيجة. إن شاء الله. ويندا شفنا الوجه الاخر للاعب اتحاد الحراش او لهداف اتحاد الحراش ومحبوب الصفرة عبيد. نعم، وخاصه حبيت نشكره باسكو دينا شغل الوقت بزاف باش حضرنا هاد الزوم، وكان فريمون باسيون، وكان يعني سا بروميير فوا لي جوز في التلفزيون، ولا سي لو بروميير ريبورتاج تاعو. ان شاء الله ما يكونش الاخير. ان شاء الله ماذا بينا. شرفاوي، هاد اللاعب يعني شتو ضد فريقك وسجل في الماتش غوتور ضد امل الاربعاء، رغم انك كنت غائب يسمى ماشي لافوت تاعك، واش تقدر تقول على هذا الشوط؟ انا كاع ميم كنت غائب. لا واش تقدر تقول عليه؟ خاصة يعني لي كاليتي تاعو. الحراش عنده امكانيات كبيرة، عنده يعني بنية مورفولوجية الله يبارك يعني ما شاء الله. نعم. يعني لي ميليو تيرا يتركزوا عليه، يعني يلقاو وين يتركزوا عليه، يطلع مليح براسو. يعني نتمنى له النجاح وربي يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. مسيو بوعلي ان طونك كونترينور، شنو هي النصيحه اللي تقدر تمدها لان جوار جون يلا 23 عام، يعني هذا العام اللي كانت عنده فرصه باش يبان في اتحاد الحراش وشاك تيتولاريزاسيون يسجل هدف؟ قبل ما نقول النصيحه للاعب عبيد، يفو با بلي اوسي كو اللاعبين تاع الحراش شي حقوا لنا النتيجه المرجوه. نعم، من كردوان واش نقدروا نقولوا على عبيد؟ هو لاعب شاب اللي عنده شخصيه قويه، خاطرش دائما يسجل في مباريات حاسمه ويلعب بدون عقده. احنا نتمنوا له المزيد من التالق والاهداف خاصه مع اتحاد الحراش. نعم ليندا، شكرا على هذا الزوم، وشكرا لعبيد على كما قلتي الصبر تاعو في اثناء التورناج تاع هذا الزوم. جوستومون نبقاو في اتحاد